ما علاقة سورة قاف بيوم ظهور الإمام المهدي عليه السلام؟ وشو ممكن تكون السورة عم تكشف عن أحداث يوم الظهور؟ وهل الصيحة المذكورة في السورة إلها علاقة بما يعرف بالصيحة الرمضانية؟ أم إنها حدث آخر من أحداث علامات الظهور؟ أرحب فيكم حلقة جديدة من سلسلة الظهور. حكينا بالحلقة الماضية عن الحديث عن حديث الإمام علي اللي بيقول: إذا نفد عدد الحروف بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يكون أوان خروج المهدي من بطن أمه. وقلنا أن هذا الحديث يحمل عدة معاني أو عدة أوجه، وشرحنا أول وجه أو معنى لهذا الحديث اللي هو يتعلق بولادة الإمام المهدي والإشارة القرآنية إلى تاريخ ولادته عليه السلام من خلال حرف القاف بكلمة القيوم اسم الله الأعظم في آية الكرسي الآية العظمى، وحكينا عن العلاقة الاشتقاقية بين اسم القيوم وبين اسم القائم، وشرحنا كيف أنه حرف القاف إشارة إلى اليوم واسم الله القيوم إشارة إلى الشهر ورقم آية الكرسي إشارة إلى السنة الهجرية طبعا. وقلنا وفاتنا نذكر أنه بالحلقة الماضية فاتنا نذكر أنه حرف القاف هو أيضا الحرف التاسع عشر من الترتيب الأبجدي للحروف العربية أبجد هو، واللي كذلك يساوي عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ كون هذا الحديث يحمل عدة أوجه سواء بخصوص يوم الولادة أو يوم الظهور، فرح نحكي إن شاء الله عن وجه آخر لفهم هذا الحديث يتعلق بيوم الظهور المبارك، ولكن بحلقة أخرى إن شاء الله بالمستقبل القريب. ولكن اليوم رح نحكي عن إشارة قرآنية تتحدث عن يوم الظهور من خلال أيضا مفتاح السر اللي هو حرف القاف. إذا تأملنا بسورة قاف وقلنا أنه حرف القاف هو الحرف التاسع عشر من الترتيب الأبجدي، منلاقي أنه حرف القاف ورد بهي السورة 57 مرة، وهو اللي هو 57 هذا الرقم هو ناتج 19 بـ3، وهذا لأنه وردت 3 مسائل تتعلق بالإمام المهدي في هذه السورة. أول مسألة هي خروج الإمام المهدي عليه السلام من بطن مكة. المسألة الثانية، طبعا أنا ما عم أقولهم بترتيب وقوع الأحداث، ولكن المسألة الثانية هي النداء السماوي باسم الإمام وباسم أبيه. المسألة الثالثة هي الخسف بالبيداء المعروف بعلامة جيش الخسف، ولكن وين هذا الكلام مذكور في السورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هون نحن بحاجة أن نتأمل عدة أمور. أولا الفرق بين واستمع اللي بيكون الواحد فيها عم يسمع ويفهم وينصت ليفهم، وبين يسمعون اللي ما فيها استماع ولا فيها إصغاء ولا فيها استيعاب. النقطة الثانية اللي هي واستمع المخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان يعني مخاطب من باب إياك أعني واسمعوا يا مؤمنون يعني مو يا جارة، بس وإن كان المقصود المؤمنون من الخطاب، ولكن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستماع، وهذا الخطاب لم يشمل الكفار أو الأعداء يعني أيا كان المذكورين أنهم يسمعون الصيحة، بينما رب العالمين نزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنه يشمل في سماع الصيحة، يعني بطريقة ثانية يسمعون يوم يسمعون مو يوم تسمعون الصيحة، وطبعا واستمع مو واستمعون يوم ينادي المنادي. طبعا هي دلالة الفرق الكبير بين من يسمع النداء وبين من يسمع عفوا بين من يستمع للنداء وبين من يسمع الصيحة. هلا هون في سؤالين عم يتبادروا يعني بأذهان المتابعين بتوقعي. أول شيء شو هي الصيحة المذكورة في الآية؟ هل هي ما يعرف بالصيحة الرمضانية أو الهد الرمضاني
الناس تعتبرها انه، في ناس تعتبرها انه هي النداء السماوي. وهل الآية هيك عم تقول انه الصيحة يوم ينادي المنادي، عفوا واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة، هل هذا يعني انه الصيحة هي النداء؟ السؤال الثاني، شو جاب الصيحة او النداء او كلاهما ليوم الظهر؟ أولا إذا نتأمل في القرآن الكريم منلاحظ أنه كلمة الصيحة لا تكون أو لا تكاد تكون وردت في القرآن الكريم إلا بالتعبير عن الإبادة مثلا، وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أو بآية تانية وأخذت الذين ظلموا الصيحة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فأخذتهم الصيحة مشرقين مرة مصبحين مرة أو بالحق مرة. الحالة الاستثنائية هي إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضطرون، هي الحالة الوحيدة اللي طبعا واضح إنها عم تحكي عن البعث. فالصيحة هون يوم يسمعون الصيحة بالحق، هون الآية عم تحكي عن إبادة قوم أحياء لأنهم يسمعون الصيحة. طبعا وهذا الشيء يعني هي الإبادة يعني معروفة بعلامات آخر الزمان وبأحداث آخر بأحداث علامات الظهور والأحباط. ما في أي إبادة معروفة قبل الظهور غير غيش الخسف. إذا هون نحن عندنا ثلاث مسائل أو ثلاث أحداث من أحداث ظهور المبارك، عندنا جيش الخسف وعندنا النداء السماوي وعندنا ظهور. نرجع إلى قاف والقرآن المجيد بحساب الجمل، الألف الممدودة مثل كلمة مثل الألف بكلمة القرآن بالأصل تحسب ألف واحد حتى لو كانت مكتوبة همزة وألف مثل كلمة القرآن في الكتاب القرآني، ولكن لا البعض بيحسبها ألفين، بس الأصل إنها تحسب ألف واحد. ولكن إذا حسبناها ألفين بيطلع معنا حساب الجمل لقاف والقرآن المجيد يساوي 577 اللي هن كلمتين وحرف، هذا الحرف اللي قلنا عنه انه هو الاشاره الى خروج الامام المهدي من بطن امه، واللي قلنا انه بوجه اخر للحديث هو اشاره الى خروج الامام المهدي من بطن مكه. وحساب الجمل لكلمه واستمع كذلك يساوي 577، وحساب الجمل لجملة يوم يسمعون الصيحة بالحق كذلك يساوي 577. يعني قاف والقرآن المجيد وقلنا كلمتين وحرف مع أهمية الحرف، وكلمة واستمع اللي هن كلمة واحدة فقط، وجملة ويوم يسمعون الصيحة بالحق، الحدث أو الحرف اللي يشير إلى الظهور، يسمع واستمع اللي تشير إلى النداء السماوي، ويوم يسمعون الصيحة بالحق اللي تشير إلى الخسف بالبيداء. هي الأحداث الثلاثة حساب الجمل اللي عم يعطينا نفس القيمة العددية اللي هي 577. هذا بيعني وجود تناظر بين هي الأحداث الثلاثة. طبعا هذا التناظر بالآيات موجود واضح من غير، يعني أنا ما عم جيب شيء من عندي، في تناظر زمني بين هاي الأحداث الثلاثة بالآيات. واستمع يوم، لاحظوا كلمة يوم كيف عم تتكرر، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. نجي للسؤال الثاني اللي لسه طبعا ما جاوبنا، هل النداء السماوي يوم الظهور اصلا؟ يعني اللي متابعنا من بدايه السلسله بيعرف انه احنا سبق وقلنا من شي سنه ونص تقريبا
انه النداء على الرغم من وجود احاديث بتقول انه في رمضان، الا انه في احاديث اخرى بتقول انه في محرم. وسبق وقلنا هذا الراي اللي نحن بنرشحه لعده اسباب. اولا هو الوقت الانسب للاعلان عن الظهور، هو يوم او على الاقل قبل الظهور او لحظه الظهور، خصوصا انه في روايات عن النداء السماوي بتقول انه هذا مهدي آل محمد خارج من ارض مكه فاجيبوه وبايعوه. يعني النداء نفسه يعرف عن يوم الظهور. ثانيا حديث الامام جعفر الصادق اللي يختصر العلامات والعلامات الكبرى للظهور، هلاك الفلاني وخروج الصف، يعني طبعا الحديث من بدايته يقول امسك بيدك يعني عد على ايدك، هلاك الفلاني وخروج السفياني وقتل المنف وجيش الخسف والنداء او الصوت، والصوت يعني بلفظ اخر للحديث. يعني الترتيب جعل النداء السماوي خاتمة الأحداث المؤدية إلى الظهور المبارك. طيب شو قصة التناقض في توقيت النداء السماوي أو حتى غيره من أحداث علامات الظهور؟ وشو علاقة كل اللي ذكرناه بمسألة أنه ظهور الإمام المهدي يكون بغتة؟ هذا الشيء اللي رح نخليه للحلقة الجاية إن شاء الله.